شوفوا الراية المغرب، شوفوا الراية المغرب كيلوحوها. ومن دخلت نصور قطعوها، من دخلت نصور قال لك علاش تصور، يقطعوها كيلوحوها من لهنا. ها الراية المغرب، ها الراية المغرب، شوفوا واش كديروا هنايا في الملعب ديال داك فين جاوا هنايا ديال كانشاكي. من دخلت كنصور جابوا البوليس وجابوا الحماية ديالهم العسكر وكيهددوني في وسط الملعب. مي كنصور انايا شكون اللي دارها؟ هذاك، هاد لسان ديان، هادو اكبر عنصريين، اكبر الراسيست هما هادو. دخلت انايا كنصور الجماهير المغربية، مي جابوا التعادل، جابوا عندي هادو انا بوحدي في الملعب. تخيلوا معايا بوحدي في الملعب، دخلوا عندي بالسلاح، تخيلوا معايا اقسم بالله لا بالسلاح هنايا دخلوا. علاش؟ حيت يقطعوا في هنايا في هاد الراية ديال المغرب وكيلوحوها في الارض. انا جيت هنايا كنفيلمي في الجماهير وهما يقمعوني وباش بالسلاح تخرجوني بالعنف. باش تعرفوا المغاربة اللي كتعاطفوا مع هاد الافارقة هادو، وخا حنايا افارقة منهم كتعاطفوا معاهم. شوفوا شحال القراعي اللي كيرميو على الجماهير. مهم الرسالة أبلغ، ما غاديش نزيد نهضر. أنا يا فوت خدت كنفيلمي الجماهير المغربية وهما دخلوا عندي بعض العناصر ديال الجيش كيهددوني، قال لك ما تصورش. من قلت لهم أودي علاش الجماهير ديالكم كترمي القراعي؟ علاش الجماهير ديالكم نزلوا للملعب؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.